السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اللي يدخل القناة أول مرة يدير أبوني ويفعل الجرس باش ديما يتوصل بالجديد، ويدير لايك ويخلي لي كومونتير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه المرة غادي نمشيو لمدينة إمسوان. إمسوان كاينة بين الصويرة وأكادير، تقريبا جات في المنتصف ديالهم. من الصويرة لإمسوان 95 كيلومتر، ومن أكادير لإمسوان 91 كيلومتر. مدينة إمسوان معروفة بلي بلاج ديالها فيها دو بلاج. البلاج الاولاني اللي كاين في السونتر ديال امسوان معروف بالسيرف، السيرف والكيت سيرف. كيت سيرف يعني السيرف بالشراع. ودوزيام بلاج عادي اي الناس ممكن يمشيو ليه. امسوان معروفه بالحوت، كاين الحوت تما طري، كاين المرسى تما، كاين مناظر زوينه. وبالنسبه لي انايا كريت في البلاج اللي كاين في السونتر اللي معروف بالسيرف، كريت تقريبا غارسونيير تما 100 درهم منك للبحر. كاين منظر زوين، بغيتي شي حاجة مزيانة راه كاينين الفوق في السونتر، من 100 درهم حتى 500 درهم، حسب كل واحد وجهده. خليكم مع هاد المناظر الجميلة، وما تنساوش ابوني ولايك ولي كومونتير.